انا الحقيقه مش بصدق ان انا جسمي اسمي بيتحط في نفس الجمله مع الاساطير دول. انا وانا صغير كنت احلم اسلم على رامي عاشور، على عمرو شبانه. رامي عاشور كنت محظوظ ان وانا صغير وهو بيلعب في نفس النادي اللي انا كنت بلعب فيه، كنت بتمرن معاه وكان كريم جدا معايا في وقته ومجهوده ومعلوماته، ودايما بيعلمني وبس من غير ما يتكلم ان انا بتفرج عليه ازاي بيتمرن. ده شجعني كتير جدا. كنت احلم بس ان اخش معاه ملعب او ابقى بعمل الربع اللي هو بيحققه، ان انت دلوقتي تقول حاجه ان انا عملتها زيه، ده شرف ليا كبير جدا. ويعني من هنا بسلمهم وبحييهم تحيه كبيره جدا جدا جدا. طبعا فخور جدا ان احنا باربع مصريين في نص النهائي، لانه زي ما حضرتك شفتي فيه يعني اجانب كتير جدا كويسين. طارق مؤمن قدر يتغلب على دييجو الياس، انا اسف، اللي هو البروفي اللي كان رقم واحد على العالم سابقا. كريم عبد الجواد امبارح قدر يتغلب على بول كول اللي هو رقم واحد على العالم سابقا. فالحقيقه الاجانب حاجه مشرفه برضو ان هم بييجوا مصر وبيلعبوا بالمستوى ده. بس الحقيقه اللي عمرو منسي بيعمله وطاقم العمل كله بتاع اي ايفنتس بيخلينا فعلا بنلعب بموت حلو، فبيخلينا نطلع احسن ما عندنا في وسط اهلنا، في وسط مدربينا، في وسط كل الناس اللي بنحبهم. فاتمنى ان شاء الله كل مره نلعب على ارض مصر، وكمان اسبوعين في بطوله العالم على ارض مصر برضو نقدر يبقى نص نهائي مصري خالص يا رب. والله يمكن ده ميزه ان احنا مصريين، يمكن الاجانب هم اللي بالنسبه لهم ده صعب شويه ان هم يتاقلموا على الجو الحر اللي احنا متعودين عليه. بس طبعا بتبقى صعبه برضو، يعني احنا زي ما حضرتك شفتي الكوره بتبقى بتنط اعلى من الطبيعي عشان تبقى سخنه جدا بسبب الحراره. بس بعد الشوط الاول او الشوط الثاني كده بتبتدي تهدى شويه، فالواحد لازم كل شوط يتاقلم. وده بقى البركه في المدربين اللي معانا بره بيجوا يعملوا لنا توجيهات ما بين الاشواط.